تجيك دي زوكازيون دي تلعب على الاكستيريور معناها من المفروض كي تجيك دي زوكازيون بو امبورت سعد ولا اي ولا ولا اي ملاعب اخر هو بخلاف سعد جات دو تروا زوكازيون كما كنت تذكر هو لي زراتي الكل معناها انت كي تراتي لي زوكازيون على الاكستيريور ضد فريق محترم جدا تو بي كاش وهذا اللي شفناه في المقابله نتاع اليوم ان شاء الله نتعظوا الكل ها دروس كره القدم دروس اليوم ضيعنا ان شاء الله في قادم الجولات وفي قادم الاستحقاقات الملاعبيه تحط المعطى هذا في اذهانها وكي تجينا معناها الفرص ان نحسموا المقابلات نحسموا خاطر الفوتبول ديما في قاعده راك سيتورا كوبير والشيء هذا الحقيقه خلصناه اليوم.